السلام عليكم البنات، رجعت لكم فيديو خفيف ظريف، فيديو عن كريم كراميل. طعمه رائع وطريقته سهله جدا وما كياخذش منه وقت، وحاجه نضيفه لينا ولوليداتنا. فكنتمنى البنات تتابعوا معايا الفيديو للاخير الا بغيتوا تعرفوا طريقه عمل الكريم كراميل. ونتمنى تعجبكم وصفه اليوم. ما تنساوش تخلوا لي لايك وتخلوا لي تعليق ديالكم. نبداو بالمقادير. بالنسبه للمكونات البنات، غادي نحتاجوا 6 البيضات، كوب من السكر، 3 اكواب من الماء، و12 ملعقه حليب بودره، ملعقه صغيره من الفانيليا ملون اصفر، هذا اختياري غير باش يعطيني داك اللون الاصفر ديال الكراميل. الا ما عندكمش هذا الملون الاصفر ممكن تحطوا قليل من الزعفران، ربع من السكر، هذا غادي نحتاجوه للكراميل. بالنسبه للفانيليا، الى ما حابينش تحطوا الفانيليا ممكن تعملوا بشر البرتقال او قش او نحكوا شويه ديال الحامض او البرتقال ونحطوه مكان الفانيليا. بالنسبه لاول حاجه غادي نعملوها هو انا غنجيبو هذاك الربع كوب ديال السكر، غادي نحطوه فوق النار على نار يعني نار هاديه، وغادي ندير معاه واحد المعلقه صغيره ديال الماء غير باش ما يتحرقليش، ونخليه حتى يصبح كراميل بالطريقه اللي انتم شايفين هذه. غادي غير من انه من من ما نسهاوش عليه، نبقاو مره نحاولوا نحركو باش ما يتحرقش لنا هذاك السكر لغايه ما يصبح لونه ذهبي او اللي هو البني فاتح. بعد ذلك غادي نحيدوه من على النار. وهذا هو اللون ديالو البنات، مثل ما انتم شايفين كيصبح لون ذهبي. كنجيب واحد الخشب، واحد ديال ديك ديال اللي كنشويو فيها اللحم، كنحركها بها هكذا باش نتاكد ان كله ذاب. من بعد يعني كنزيلو من على النار فقط، وكنمشي نحطه في اللي هما الاكواب اللي غادا ندخل للفرن تاع الكريم كراميل. انتم ممكن تستعملوا اي نوع من الاكواب، انا عندي الاكواب الحديد اللي هي تاع الالومنيوم، كيجي فيها الكريم كراميل زوين وكيجي الشكل ديالها حتى هو زوين. غير هي واحد القضيه البنات، ملي ديروا داك الكريم كراميل، ملي ديروا داك الكراميل فحطوا وحركوا بسرعه لانه بسرعه كيتجمد، ومن بعد ما تجي فين تكملي الثانيين حتى تلقاي هذوك الاولين اللي حطيتي فيهم يعني تجمدوا. هو ماشي مشكل، من بعد غادي يدوب لما ملي غادي يدخل العافيه غادي يدوب داك الكريم كراميل وغادي يتخلط. انا حطيتهم في هذيك الصينيه تاع الفرن كما شايفين، خاص الصينيه تكون شويه يعني غويطه او تكون شويه غارقه لانه غادي نصبوا فيها الماء. فهذاك علاش انا درت الصينيه هذه. فهنا بعد ما مليت كل دوك الطاسات اللي عندي تاع الكريم كراميل، عملت فيهم داك الكراميل وحطيتهم على جنب ومشيت باش نخلط الكريمه اللي هي اللي مثل ما انتم شفتوا المقادير ديالها من قبل. فغادي نخلط كل المقادير ديال الكريمه في الخلاط.
هنا البنات بعد ما خلطنا داك الخليط ديال الكريمه، غادي نجيبوه نحطوه في نحطوه فوق من الطاسه، نحطوه فوق من الكراميل ديالنا. غادي نصبوه يعني بكميه متساويه. هما انا جاوني مضبوطين، جاوني 6 ديال يعني 6 ديال الزليفات او 6 ديال الطاسات ديال الكراميل. نحاولوا نصبوهم كلهم يعني بنفس نفس الحجم. بعد ذلك غادي نصبو في الصينية اللي هي اللي تحت، غادي نصبو فيها الماء وغادي ندخلوها للفرن. غادي تاخد معانا تقريبا 45 دقيقة. غادي نختبروها بعد 45 دقيقة، غادي نختبرو، غادي نجيب واحد العود ديال الخشب ديال اللي كنشويو به، غادي ندخلوها فيه. الا ما عندكش ممكن تستعملي سكين، سكين يكون رقيق، ندخلوها فيه. كان طلع لنا العود هذاك نظيف، معناها انه هو يعني هذاك الكراميل فهو طاب، مش محتاج يطيب. كنخرجوه كنخليوه لغايه ما يبرد، وبعد ذلك كنحطوه في الثلاجه. مثل ما غتشوفوا كل الصور مشروحه. وهذا شكلهم البنات بعد ما خرجوا من الفرن. صراحة الشكل ديالهم رائع، يعني مكيش كيخرجوا محمرين من غير ما تشغلي عليهم الفرن من فوق، وريحتهم رائعة والله يا البنات. جربوه، كيصدق 100. يعني بدل ما تشري من برا وثمنه غالي، عامليه لوليداتك وصار او هذا كميه. انا الزليف هذوك عندي كميه كبيره، يعني ممكن يعملوا 3 من اللي احنا كنشريوهم من برا، اللي هو الكريم كراميل او الدانيت. فانا هنا كنختبرهم بالعود بالخشب مثل ما قلت لكم، كتحطيه فيه كيطلع لك نظيف، معناه انه طاب 100%، انه يعني فقط طلعيه من الفرن وحطيه لغايه ما يبرد. فبالشكل اللي انتم شايفينه، انا خدم معايا 45 دقيقه في الفرن. شغلت عليه من تحت فقط، غير هو مره البنات ردوا ليه البال الى نشف الماء، عاودوا حطي الماء في الصينيه اللي مدخلها الفرن، غير باش ما ينشفش لك وتحرق لك الكراميل. وهذا هو الشكل ديالو، زينته بواحد الفراوله من الفوق. ممكن تزينوا بالكريم شانتي، ممكن باي فاكهه ثانيه. كيجي طعمه رائع وكيجي بنين وريحته خطيره. نتمنى البنات تجربوه، نتمنى اللي عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وتخلوا لي تعليقاتكم وتعملوا لي شير مع الاصحاب والاحباب. نشوفكم في فيديو ثاني ان شاء الله.